يا صغارا في السنين يا ثمار المؤمنين فلتعبدوا رب السماء رب السماء في كل حين فهو رب العالمين وهو غوث الخائفين ما خاب من فيه احتمى فيه احتمى فهو المعين وارفعوا الأصوات دوما قل هو الله أحد خالق الدنيا إلهي إنه الفرد الصمد واحد دون شريك ليس لله ولد وله رب السماء لم يكن كفوا أحد ونبي الأمجد اسمه محمد وخاتم للمرسلين المرسلين زاهد مثله لا يوجد في الجمال أوحد ومثله في العالمين في العالمين لا يولد والد الزهراء طه والنبي المصطفى حينما البدر رآه غاب عنه واختفى شع في الكون ضياء وتقيا عارفا كان للدنيا منارا كان نبراس الوفا وحبيبي بعده فعلي اسمه إني أحب المرتضى المرتضى لا غيره في فؤادي نوره في عيوني رسمه سيرتضي كل الرضا كل الرضا من زاره وله وصف عظيم حيدر اسم عريق سيفه البتار ذاك شق للحق الطريق واسمه الكرار أيضا وجهه بيت البريق وهو في حين الولادة شرف البيت العتيق إن تريدون المزيد ذاك قرآن مجيد هذا كتاب المسلمين المسلمين خير مدين نحن لله عبيد ورضا الله نريد والله ينجي المؤمنين المؤمنين يوم الوعيد يا أحبة اسمعوني إن تريدون النجاة اقرأوا القرآن
دوما فهو للدين ثبات، وهو يمحو السيئات ويزيد الحسنات، يمنح الأبصار نورا شافع يوم الممات. سألتم عن إلهي فهو رب العالمين، أو سألتم عن نبي فهو خير المرسلين، أو سألتم عن إمامي فأمير المؤمنين، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن مبين.